وزير المالية هو ثالث وزير يتم استدعاؤه من قبل مجلس النواب الذي استجوب خلال هذا الأسبوع في ظل عدم حضور بعض الوزراء وزيرين للرد على تساؤلات أعضاء المجلس. للمرة الثالثة في غضون أسبوع استجوب مجلس النواب وزير المالية صخر الوجيه على خلفيات المخصصات الإضافية للوزراء. الاستجواب بعد يومين من استجواب وزير الكهرباء والتعليم العالي على خلفية قضايا خاصة بوزارتهم. سؤال من شقين، الشق الأول كان يتعلق بمبلغ قدره 470 ألف عبارة عن مصاريف نثرية للوزراء، وحسب سؤاله أنها تضم للمرتب يعني، وهذا بما يخالف القانون. الوزير طبعا أنكر هذا الشيء وقال أن الـ 470 هذه عبارة عن نثريات تصرف للوزراء وهي أقل مما ينبغي يعني. والسؤال الثاني كان حول عدم السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالدخول للبنك المركزي ومراجعة حساباتهم والاطلاع على الحركة المالية في البنك المركزي. أعضاء مجلس النواب يطرحون منذ أكثر من 4 أشهر مأساة الصيادين المحتجزين في أرتيريا والذين يخضعون كما يؤكد أعضاء البرلمان للأعمال الشاقة. المجلس وجه بدوره استدعاء وزير الثروة السمكية لمساءلته حول هذا الموضوع. وبرغم حضور بعض الوزراء إلى مجلس النواب للرد على استفسارات النواب، إلا أن بعض الوزراء كما يقول عدد من أعضاء مجلس النواب لم يحضر للرد على التساؤلات. أنا عندي استقعد لخ وزير النفط حول وجود 4 مليون اسطوانة غاز متداولة في السوق وهي غير صالحة للاستعمال وتهدد حياة الناس وأمنهم، وهذه المشكلة العويصة قد تناولتها والمتعلقة أيضا بحياة الناس قد تناولتها وسائل الإعلام مرات عديدة ولم تجد المعالجة إلى الآن. وكنا نود من وجهنا استجواب للأخ سؤال للأخ وزير النفط والمعادن، إلا أنه لم يحضر إلى الوزارة إلى المجلس عفوا إلى مجلس النواب حتى الآن للرد على السؤال. تظل المشاكل وقضايا المواطنين حبرا على ورق إن لم تعالج، فمشاكل الوطن لا تحتمل التأخير.